قيل إن المبادرة الخليجية كان عليها بعض التعديلات التي وصفت بالطفيفة، هل توجد أي معلومات عن طبيعة هذه التعديلات؟ تقول أن المبادرة يمكن أن تعود مشترك تصريحاته تقول أن المبادرة يمكن أن تعود للصيغة الأولى ولكن مع إجراء بعض التعديلات، لكن الواضح أن التعديلات هي تتم بناء على الشروط الجديدة التي يضعها الرئيس اليمني. هي كانت إلى قبل ربما إلى قبل أسبوع هي الشروط لعرقلة التفاوض ولعرقلة التوقيع، ولكن يبدو هذه الشروط الآن يمكنها أن تؤدي إلى توقيع. إذا كنا نتحدث عن المبادرة وعن التوقيع، هناك فعلا احتمال قوي أن يتم هذا التوقيع لأسباب كثيرة، من مصلحة النظام أن يوقع أولا لأن هناك ارتباط ما بين الثورة والمبادرة، وبالتالي هذه الشروط التي سيضعها هي ستعمل أولا على أن تعمل حالة ركود في الساحة، وستعمل أيضا على إضعاف المعارضة، وبالتالي فمن النظام عندما يوقع هو أيضا يوقع على مسألة جمود المعارضة، لأنه أيضا بحسب الشروط الجديدة سيعمل على تشكيل وحدة وطنية. ولكن هو من عن أي نوع من الشروط نتحدث؟ وهل يملك أو تملك أحزاب اللقاء المشترك أن تقبل هذه الشروط؟ الملاحقة القضائية والضمانات التي يمكن أن تضعها المبادرة لأحزاب اللقاء المشترك ولا الخليج ولا أي قوة تستطيع أن توقع بأن تعطيها الضمانات للنظام أو للرئيس أو لأي شخص، ولكن هي ربما هي ضمانات سياسية أكثر منها ضمانات قانونية لضمان أن يتم الانتقال السلمي للسلطة بشكل سلس. ربما هناك توافق بين السياسيين الآن في اليمن سواء في المعارضة أو حتى في الخليج على أن يتم مثل هذا الإرضاء السياسي، طبعا هذا بمعزل بغض النظر عن الشارع. ربما كان لقاء الزياني لشباب الثورة أو ممثلين عن شباب الثورة كان هناك ربما محاور تحاول أن تبحث ذلك. الشباب طبعا يرفضون أن تكون هناك ضمانات. هذه المبادرة كما نعلم أنها تطعن الحق الشرعي للثورة بأنها من حقها أن تصعد ومن حقها أن تلاحق كل من ارتكب جرائم. وهذه هي ربما قد تكون الشباب. نعم، هذه قد تكون النقطة المهمة، لأنه من خلال ما يتوفر من معلومات وتصريحات يبدو أن هناك اختلاف جوهري على تفسير بنود المبادرة التي تتحدث عن التخلص من مظاهر التوتر. الحزب الحاكم يرى أن فض الاعتصامات أو توقفها هو تفسير هذه البنود، هل يمكن أن يتحقق ذلك الشرط مع رفض الثوار ذلك رفضا تاما وواضحا وباتا؟ سأقول لك شيء، هو طبعا لا يستطيع أن يفض الاعتصامات، هذه المبادرة لن تعطي تأثير للشارع، لكن هناك علاقة عكسية ما بين المبادرة والثورة وعلاقة غير مباشرة، بمعنى أنه عندما يتم إحياء هذه المبادرة على الصعيد السياسي يكون الكل في حالة ترقب وفي حالة انتظار، هذا يسبب بشكل غير مباشر إلى ركود الساحة، وبالتالي عندما يحيي الرئيس التفاوض مرة أخرى ويوقع فعليا على المبادرة ويبقى الانتظار خلال هذا الشهر كيف يمكن أن تتم التفاوض وبالتأكيد لتسليم السلطة، وهذا الشهر سيتبعه شهور أخرى، فهذا يعني أن